سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف والله ما بعرف شو بدي اعملها. صار لها 15 يوم كل ليلة عم بتشوف نفس المنام المشحرة ما عادت تسترجي تغفى وكل ما غمضوا عيونها بتنقز وبتقوم مثل الخوطة. هيدا مش منام يا صمرا، هيدا كابوس، ويمكن مش كابوس، ذكرتها بلشت تتحرك وباللاوعي عندها عم تشوف أحداث صارت معها، من هالأحداث الحادث اللي وصلها لعنها. هيك فكرت من أول ما بلشت تحلم وقلت لها هالشي. مثل ما أنا فكرت، المرة مش عباليه صار معها هيك، في حدا حاول يقتلها ويتخلص منها، وأبصر شو السبب، حدا غيره بيعرف. مين بده يقتل مرة بعمره؟ القاتل مش غريب، القاتل قريب. وين خبيت الصيغة يا سمرة؟ بالأب ومطرح ما قلت لي. ليش عم تسأل عن الصيغة؟ في حدا بده يشتري؟ ما صار، بس اليوم عيد الأمهات ومين إيش يطلع منهم لمجهولي خطيئ تنبسط فيها، وهيك بكون أنا تذكرت المرحومة أمي، كنت معود على كل عيد هدية. الله يرحم أمك. بس شو فهم مجهولي بالصيغة؟ لما لميناها من النار كانت لبسي صيغة، يعني المرأة بتحب الذهب وأكيد رح تفرح بالهدية. لكن لبسها دهبياتها مخبيتهم معي. لا، بدي هدية شي مني، ولما بتصير منيحة بترجعي لأغراضها. قومي شوفي إذا بين هالقطع في شي قطع تعلقها برقبتها. احترامي سيدنا. تفضل اقعد. في اخباريه بهمك امرا، صار لنا زمان ملحين اصحابها. هات نشوف. اليوم عيد الامهات، ويمكن تكوني ام ولادك ناطرين يقدموا لك هديه. انا قدمت عنهم مثل ما كانوا يطلبوا رضاكي، بطلب رضاكي وادعي لي بالخير. يرد عليك يا سيف ويرد عنك، ما يحرمني شوفتك.
طول عمرك يا ست الكل. ليش تعذبت يا سيف؟ شو رح ينفعني التعب؟ مقبولة منك، بس هاي بتلبق لسمرة. شو قالوا لك عن السمرة كل ليلة بسهرة؟ ما مثلنا مثلها مشلوحة بهجرت. الله يفرج عليكم وعلي، كتر خيرك يا سيف. مرة مقطوعة مثلي خلصتها من الموت وبتعتبرها من عيلتك. هاي الهدية غالية كتير على قلبي. صار ينعاد عليك. مساء الخير. مساء النور. يا اهلا يا اهلا، يسعد لي هالمساء. وحدك ولا بيك معك؟ لا وحدي. يا تقبرني يا امي، بتضلك حامل ومعصب. ينعاد عليك يا امي، ينعاد عليك يا ام نادين. اعطيني ايديك لبوسة. يا احن واطيب واعظم ام بالعالم. ريتك تقبرني يا ابني، انت عيدي وعيشتي وكل عمري. لشو معصب يا ابني؟ كانت وردة بتكفيني. متذكر لما كنت صغير تقطف لي وردة من الحقلة؟ بدي اعرف نحن ليش ما عنا عيد؟ التعب والشقى علينا وغيرنا بيستفيد. كل ما شوفك بصحتك وبخير وسلامة بيكون عندي عيد يا ابو نادين. ابغى مرت ينعاد عليك يا ست الكل وين ما كنت يا امي. ينعاد عليك يا حنان عايش بعروبة. يا روح ساكني بخيالي، يا ضحك مخباي ببالي، يا دمعة مشبولة بحزني، يا لمسة ايد مثل الوشم باقي عجبيني. كرمت علي يا ربي بك شي ماما؟ ينعاد عليك يا ماما. اليوم عيد الأمهات وزينة راحت تعيد أمه وطلبت مني عيدك عني وعنه. تقبر قلبي يا ماما، تقبر قلبي. العيد الوحيد اللي بيفرحني لما بشوفك بصحتك ليرتاح قلبي. الله كريم يا ماما، الله كريم. هيدي أول مرة بسمعك عم تقول الله كريم، كأنه الأمر رجع لك. هيدي الكلمة رح أعتبرها عادية. الأمل ضل قول يا ماما، شوفي قدامي. أنت حبيبي، أنت حبيبي وحياتي ورفيق عمري وصديقي. الله ما يحرمني منك يا ماما. شو الشباب؟ وين بدنا نسلم الشحن شيخ؟ بالشواغير على مجرى النهر. مش رح نضيع، أنا صرت بعرف المنطقة زاوية وزاوية. حكر وحكر ولا همك. صار
لكن انطلقوا هلا لتوصلوا على الوقت. احسن ما ابو طلال يعملنا بالرز بصل، واذا صار شيء يطلع كل الحق علينا. خاطرك شيخ سيف، دعيلنا بالتوفيق. موفقين يا شباب، والله معكم. يلا شباب. هيك ماشي الشغل تمام. إذا بنبقى على الحالة من هلأ لسنة رح نصير نلعب بالملايين. وبوعدك 5 مطابع تزوير ما رح يلحقوا علينا، فاتح مع الزبونات على الآخر. أنا برأيي لازم نخف شوي رئيس، مصاري المزورة بلش تطلع ريحتها بالسوق، بنخاف ينكمش حدا ويقر علينا. ما يهمك، ما في علينا ممسك. أنت اترك جماعتك تطبع وأنا وجماعتي منصرف. عنا طريقتنا وأسلوبنا وما حدا بيقدر يكمشنا. عملوا اللي عليكم واتركونا نحنا نعمل اللي علينا. اسمع مني وخلينا نضرب فريم كم يوم، لأنه غرقنا السوق، وأنا بعرف لما بصير هيك تتفتح العيون وبصيروا التحري مثل الدبابير، وإلا ما يلقطوا حدا. بسيطة، قلت لك ولا يهمك، كل اللي عم بتعامل معهم ما حدا بشك فيهم، والشغل ماشي واخدين كل احتياطاتنا. أي طريق بدك تاخد يا ربيع؟ طريق ضيعة سر العين، منفوت جوات الحرش، هيك ما حدا بحس علينا. صعب هالطريق ووعرة، ما فيش طريق تانية أو شيء إدومية. لو مرقنا بقلب الضيع ما رح حدا يعرفنا. هيدي أقرب طريق بتوصلنا لمجرى النهر، ما بدنا نخاطر وبدنا نوصل على الوقت. على الله نلاقيهم ناطريننا، ما نقعد نحنا ننطرهم. المهم نوصل بخير، ما تطلعنا شي دورية لا على البال ولا على الخاطر. بلا ما تشغلنا بالنا هلأ. يلا مسانيك يا مختار، ان شاء الله طول عامل. لك شو بكون السهرة بعدها بأولها. ربي شبع منك، ما عاد بكير، تصبح على خير. الله معكم، موفقين. مساء الخير يا مختار. مساء النور، خير في شيء؟ مرتي اجاها الطلق هلا وبدي اروح جيب لها ام شفيق الدايه، مضطر اترك حراسه المزرعه، ما بعرف كيف بدك تدبرها. ما يهمك، وان شاء الله على سلامه وبفرح تعريس. يلا يلا روح روح لحق مرتك. تصبح على خير يا مختار. متأكد يا ربيع هيدا يا المحل؟ متأكد 100%. قلت لك بعرف الضيعة وكر وكر، هون يعني هون، مطرح ما واقفين متر زيادة. لا ما في ولا إشارة من جماعة أبو طلال، معقولة بعد ما وصلوا؟ بده يكون نحن وصلنا قبلهم. ننطر شوي، عشو مستعجلين؟ هلا بيعملون لنا إشارة ومنرد عليها. شو بك شيخ؟ كل ما بتقعد شوي ما بشوفك إلا أنت ورايح جاي. ما بعرف يا سمراء، لليلة مشغول بالي على العملية، راسي مش مرتاح. كل مرة بتقلي نفس الكلام، بكل عملية وبكل تهريبة بالك رح يضل مشغول وراسك مش مرتاح. بس هالمرة مش مثل كل مرة، وإذا صار شيء لا سمح الله بيكون الضرب وما بقعد اطلع من اليوم. هدي البال حبيبي، هدي البال، أنا قلبي بارد وإن شاء الله كل شيء تم على خير.
مهدي البال، بس المفروض كون مع الشباب. غلطة مني، بس هيك بده أبو طلال. وصلوا، ولع القنديل ورفعوا يا مراد. قرب شوي صوبهم يا ربيع، خلوني اشوفوك منيح. سلاحكم على الارض وما حدا يتحرك. سلاحكم على الارض وايديكم لفوق. طلعين يا شباب، هربوا بسرعه. شو فيها لواص؟ هولكن خلفت شي مرة وجابت صبي؟ المنطقة كلها صارت مطوقة، بتمشطوها وما بتخلوا زاوية إلا بتفتشوها. ما بدي حدا يفلت منهم، خصوصا سيف وأبو طلال. بدي شوفهم الليلة قدامي. لقطوا حدا جديد؟ ما لقطنا حدا من الطفار، بدي يكونوا هربوا صوب الحرش. ما راح فيهم يطلعوا من الحرش. اسمحوا حالكم فرق، انتوا خدوا ضفة النهر والفرق التاني تلاقي القوة بالحرش، وانا راح اطلع صوب الضيعة. يمكن يكونوا فاتوا يحتموا عند الناس، ان شاء الله بيكونوا ازيوا حدا. جابر. نعم سيدنا. خد قوة كبيرة معك ونزل كل اللي كمشناهم على الدائرة. حاضر سيدنا. طويلة هالليلة، ما كان بيسوى مرتك يا سبعة تخلف إلا بهالليلة. إيه هيك لتكمل معي الليلة. روق يا ابني روق، خود شو ما بدك من المزرعة، بس ما في شي بيحرس تقتلني كرماله. أنا مش قتيلة تلا، بس إذا ما بتخبيني هون لبكرة الصبح بتكون أول واحد قتلته بحياتي. درك مطلين المنطقة، ما بديك يمشوني عليك. طلع كل هالقواس، شو عامل للدرك حتى هربين منهم؟ عامل يلي عامله، وإذا بتلتقى فيهم بتفتح تمك علي وعلى أعدائي. فهمت؟ أنت الهامل السلاح فيي لك، ما فهمت؟ شي قدامي وحش كتير سؤالات. أنا مش طالب منك إلا سقف مدى هالليلة تحته، بكرة ما بتعود المحنة. تفضل شرفنا، ولو كانت باروتك بصدري. شباب اكتبوا كتير منيح، ما يكون حدا مخبى بشي قرنة بشي زاوية ويغدركن. اي حدا بيطلع قدامكن وما بيزت سلاحه تقتلوه دغري. سيدنا منفتش البيوت في حاجة تبعنا بحدا مخبى بشي بيت؟ لا، الا اذا سمعتوا حدا عم يطلب المساعدة. بتكون وصلت المساندة وراح يطوقوا طرقات الضيعة، وبكرة الصبح راح نفتش كل البيوت. تتواجدوا بالشوارع حماية للناس. اسمع مني يا ابني، حط هالبارودة على جنب وخليني عقد معرفتي دويك. رح يصفي دمك، عنادك مش رح يفيدك. انت هلأ ببيتي وش بيتي يحميك.
باروت بتحميني، لا بتعرفني ولا بعرفك. كيف بدك سلم سلاحي وسقفك؟ أنا المختار صقر، تارك المخطرة من زمان، عايش لوحدي، مرتي وولادي مسافرين. عالقليلي خليني أعمل لك لقمة تتاكل، ولك شايفك رح توقع من طولك. حط هالبارودة عجنب لأني مش خايف منها، خايف عليك، بعدك شاب بأول عمرك. يا مختار، مين أمنك على سلاحه؟ أمنك على حياته؟ وأنا فتح بيتك بقوة سلاح وما حد فيه والسلاح، فأنا هلأ بحمايتك يا مختار، أنا بحمايتك. هيدا بيت المختار صقر، صديق العيلة. انتوا فتشوا الجنينة وحول البيت لفوت سلم عليها. مساء الخير عمي صقر. مساء الخير، يا ميت أهلا وسهلا. شو هالزيارة الحلوة بهالليل؟ مش عم بقدر زورك بالنهار، قلت هلا مسائبة ولو بمهمة وبهالليل. خير يا مروان، في شي؟ مهمة شو؟ حدا عامل شي مشكل من ولاد الضيعة؟ لا، عملنا كمين للطفار والمهربين، خايف يكونوا تغلغلوا بين البيوت والبسيتين، منشان هيك نطمن بالي عليك، خليت الشباب يفتشوا الجنينة وحول البيت. تطمن عليك العافية، بس شو بدو يجيب الطفار والمهربين لهون؟ يا أهلا، تفضل. بحضر لك لقمة تاكل؟ بتكون جوعان، ما تستحي، هيدا البيت بتعتبره بيتك. يا ما كنت أنت وصغير تجي أنت وأهلك قضوا نهار عنا. بالأفراح إن شاء الله، بس بدنا نكمل الدورية. المهم هلأ اطمنت عليك وبعدني وعدك بزيارة، بدي يجي قضي نهار كامل عندك. شو القضية؟ شو صاير معكن الليلة؟ عملنا كمين لطفار عم بيهربوا سلاح، لقطنا اللي لقطناهن وملحين اللي هربوا. طفار عم بيهربوا سلاح بهالوقت بالليل؟ أنا بعرف التهريب بيصير وجه الصبح مش هلأ. اخدين راحتهم، منطقة مثل هالمنطقة بعيدة عن عيوننا، مشان هيك مطمنين إنه ما حدا رح يوصلنا. تفضل يا ابني، تفضل فيه. أكلناها يا صمرة، أكلناها. أول رصاصة من الدرك طلعت بربيع، بعدين صاروا يقوصوا علينا صايب، ما عدت قدرت أحمله وأهرب فيه. يا دلي على هالخبرية، يعني قتلوه؟ إذا ما قتل أكيد منصاب، لأنه بس طلع رصاص شفته قلب على الأرض. بده يجن سيف لما يسمع هيدي الخبرية. يا ربي دخلك ما يكون صاير له شيء. قلي الحقيقة يا منجد، خبرني شو صار بربيع، وقع بين إيدين تحرية، والله انصاب، والله عرب، والله قتل. ما في لزوم تخبي علي، قول شو شفت من دون لا تزيد ولا تنقص. ما بعرف شو بدي قلك، إذا ما قتل أكيد انصاب، لو ما هيك كان سبقنا لهوني. إن شاء الله يكون انكمش وعم بداوه بالمستشفى. بدي أعرف شو مصير ربيع، إذا كان ملقوط ومنصاب بدنا الله يشفق عليه. له وله، منكون أكلنا كف ما رح ننسيب حياتنا. ضرب كبير من كل الميلات، الشمحل وستة من شبابنا انكمشوا، وما بنعرف شو رح يعملوا فيهم بالتحقيق، يعني لازم ناخد كل احتياطاتنا. ما صار، ما حدا بيقدر ياخد كلمة من الشباب. أبو طلال إلي حديث طويل معه. رح نطوق الضيعة من كل الميلات ورح نركب حواجز، ممنوع حدا منهم يزمط منا، وإذا حدا من أولاد ضايع حب يساعدهم رح أعتبرهم مشاركين بالجرم.
شو هالصوت عم يسأل؟ هيدا شغيل المزرعة مضرور شوي، بيني وبينك مصيبته كبيرة ما تضيع عنين. سلامته. قوم فوت طل عليه، أنا صار لازم أمشي، الشباب ناطريني. شو بدي أعمل له أكتر من فنجان سخن ولبخة سبيرتو؟ يلا هلأ شوي وبيرتاح. من الليلة رح نحط نقاط تفتيش وحواجز، بدنا مساعدتك نختار أي شخص بتشتبه فيه دغري ببلغ عنه الحاجز أو الدورية. ما توصيني يا ابني، هيدا واجبنا. وانت إذا بقيت هون الليلة أماني تيجي تنام عنا، هيدا البيت بيتك. الله يديمك، بس مثل ما انك شايف ليلتنا طويلة والمنطقة فلتنين فيها الطفار، ما بقدر اترك العناصر. يلا تصبح على خير عم سأل. وانت من أهله تبع حالك. إذا الله رضي. هيدا اللي كان بعد ناقصني، خبي ببيتي طافر. شو كان بدي اقول للضابط لو فتش البيت وكما شك؟ شو صاير عليك شاب بعمرك تعمل بحالك هيك؟ ماي بدي ماي. انت بدك ماي وانا بدي السطرة. بدي اطلع انا بوجهك، تتخيلني باخر عمري عم لفي من جرم واحميه؟ لك يا ريتك قتلتني وما طلبت حمايتي. والله مش عارف شو بدي اعمل. شو عم تفكر نعمل شيخ؟ عم فكر ياخد كم شاب وارجع لهونيك. يمكن ربيع يكون جريح ومخبى بالنهر، مش قادر فكر يكون منصاب او بشي. نحن ناطرين الله والفرج. لا يا شيخ، اذا بترجع لهونيك بتكون عم تعمل اكبر غلطه. دركوا التحرية متليين الدنيا ومحاصرين كل المنطقة، ونحن زمطنا بعجيبة. بدك نرجع نسلمهم حالنا على طبق من فضة؟ وربيع أبضاي إذا ما كما شو بيعرف يدبر حاله، يضل طيب ومش فرقة معي شي. واللي عمل فينا الضرب رح نعرفه، هو رح يعرف اللي بيغلط مع سيف شملان شو مصيره. اخترب بيتنا يا رفيق، مش عبليش كان قلبي نازني. المهم نعرف ليش مين معه خبر هالعملية غير أبو طلال؟ وإذا مش هو أكيد حدا من رجاله، دود الخل منه فيه. صار لكل حادث حديث. Thank you.
رصاصة صعبة أعرف شيلها. شد حالك لنشوف ربك كيف بده يساعدنا، وقدر لقي حكيم يقبل يجي معي لهون ما يعملنا وجعة راس. آخ لا تطلع روحي. بدي الله يشفق عليك وما يصير لك شيء، ويشفق علي ويخلصني من هالعلقة. هلا وقتك يا دكتور باسم، بس كيف بدي اوصل لك بهالليل؟ إشي حركة؟ إشي صوت؟ حدا منكم سمع شيء؟ أبداً، البيت كله مطفي، ما في شيء بيدل إنه في شيء لا سمح الله سيدنا. الأنين اللي سمعته جوا مش أنين حدا مضرور، أنين واحد مسكرين له تمه. كرمال هيك أنا رجعت، لأني فكرت حدا من الطفار حاجز أهل البيت ومهدد المختار، إذا بيستنجد فينا رح يقتل الموجودين. ما في شيء منه سيدنا، المختار وأهل البيت بسبع نومي. ظاهر الله بده يستر، الحمد لله بعدك طيب. أنا رح روح شوف لك حكيم، ويمكن اتأخر شوي لأرجع. لو بقدر خلي معك حدا بالبيت كنت خليت، مضطر جيب حكيم، ما فيك تتكل على حكمتي. لك يا ابني لو بدي سلمك كنت سلمتك امبارح، بس كان الضابط عندي بالبيت. انت طلبت حمايتي، ما رح تطلع من هالبيت الا معافى وسليم. نحن رجال يا ابني، اللي بيستجير فينا منحمي حتى ولو كان عدونا. رح طعميك واترك لك مي، شد حالك لكون رجعت. يلا برمت الحرش والنهر، كل الطريق لهون ما في أثر لربيع، حتى ولا لقطة دم تدلني عليه. قدرنا تكون رحت لهونيك، بس كل الليل لوجه الصبح ناطرينك على أعصابنا. رياض، بتروح لعند الرئيس جهاد وبتقول له يخرب الأرض، بدي أعرف مصير ربيع، وين الشباب موقوفين. تأمر شيخ. رفيق، بأي طريقة بتوصل للأستاذ عماد وبتخبره القصة، بتقوله يعمل كل اتصالاته وبترجع قبل ما تاخد منه خبر. إن شاء الله خير، وإذا تأخرنا شوي ما ينشغل بالك. صار. ضربت حساب شيخ يكون حدا من اللي انكمشوا دل التحرية على المخبأ.
انت بتعرفهم مثل ما انا بعرفهم، عاطع راسهم ما حدا بيحكي كلمة. بس الاحتياط واجب، عم فكر بالموضوع. صباح الخير، مبكر يا مختار، لوين رايح؟ نديم، الله بعدك، طلبتها من السماء ولقيتها على الأرض. الحمد لله يا رب، بشكرك كتير، أنت قادر على كل شيء. خير إن شاء الله. شو بك؟ حدا صاير له شيء؟ عجل، دور بأرضك وخدني عند الدكتور باسم. قد ما فيك تسرع سرع، وإذا فيك تطير طير. بدك طير بطير، بس خبرني شو في؟ أول مرة بشوفك بهالحالة. في مصيبة ببيتي ومش عارف كيف بدي أطلع منها. كيف هالحكي؟ متى صار هالشي؟ عمى، ما معي خبر. امبارح بالليل والشيخ سيف طاير عقله، بده يعرف شو صار بربيع وبده الخبر عنه اليوم. دخيلك ريس، شوف شو بدك تعمل. صعب هلا ينعرف شي، راح أعمل جهدي، بس ما بقدر وعدك اني اقدر اعمل شيء. مش راجع على الجرد قبل ما اعرف وينه ربيع. خروب الارض وشوف شو بدك تعمل. بقول لك الشيخ قد ما كلف الامر يكلف. حدا من جماعه ابو طلال انلقط؟ مش عارفين شيء من شيء. لما دار ضرب الرصاص انخلط الحابل بالنابل وما حدا كان واعي لشيء. طيب خليك هون لحتى كنت رجعت. بدي اوصل على جرد لو على اخر نفس. بسافر من حالي أنا، بهرب من سنة لسنة، بغامرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. بسافر من حالي أنا، بهرب من سنة لسنة، غامرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف.
زعلان عدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيه مسا وخريف.